مؤتمر استراتيجيات تدريس اللغة العربية المناهج المطورة والذي عقدته مديرية التربية البادية الشمالية الغربية وبالتعاون مع جامعة آل البيت جاء بهدف مواكبة متطلبات التطوير في المجال التعليمي والتربوي. برنامج يوم جديد تابع فعاليات هذا المؤتمر وعد هذا التقرير الميداني، تابعونا. وجاء هذا المؤتمر والذي افتتح فعالياته مندوبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور أسامة نصير تحقيقا وتنفيذا للنجاح التشاركية والتعاون ما بين جامعة آل البيت ومديرية التربية البادية الشمالية الغربية، وذلك في تبني المبادرات النوعية بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التعليم. تمام، احنا يعني في المئوية الثانية، وجلالة الملك أطلق برنامج إصلاحي في كل القطاعات، وأحد هذه القطاعات اللي هي قطاع التعليم والتعليم العالي. فانطلاقا من هذا الدور والواجب، كان هناك تشاركية مع وزارة التربية والتعليم من خلال مديرية التربية والتعليم في اللواء البادية الشمالية الغربية بإعداد وتحضير لمؤتمر استراتيجيات التعليم اللغة العربية في المناهج المطورة. وبالتالي كان في تقديم عدد من أوراق العمل، قام أساتذة الجامعة من المختصين في كلية العلوم التربوية وكلية الآداب بتحكيم هذه الأبحاث، بالإضافة إلى أن الجامعة استضافت المؤتمر وأنشطته خلال أيام الثلاثة من الانعقاد. وهذا دور من أدوار الجامعة اللي هو فتح أبوابها للتعاون والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني سواء الرسمية أو الغير رسمية. واليوم بدأ الاحتفال تحت رعاية معالي الدكتور عزمي محافظة، وأنا انتدبني لافتتاح جلسات المؤتمر، ونقلت تحيات معالي الوزير و اهتمامه بهكذا أنشطة، وخصوصا أنها من خلال أوراق علمية محكمة، وهذا كله يصب في التغذية الراجعة لموضوع تطوير مناهج اللغة العربية. يعطيكم العافية يا أخي الكريم، أشكركم على تواجدكم الدائم في تغطية كافة الفعاليات والأنشطة التربوية. حقيقي يأتي هذا المؤتمر تحقيقا لرؤى جلالة الملك المعظم في التحديث والتطوير، ولما جاء به من أوراق نقاشية تتناول موضوع التطوير في التعليم، واحتفالا باليوبيل الفضي لتولي جلالتي مقاليد حكمي الرشيد، وتنفيذا لرؤية المديرية في تبني المبادرات النوعية في ضوء التطوير الذي جرى على عدد من المناهج ومنها منهاج اللغة العربية، والذي يترتب عليه بالضرورة التحديث في الأدوات التقنيات التي يوظفها المعلم في نقل المعرفة إلى الطلبة. الأوراق هي الأدوات والتقنيات التي يوظفها المعلم بناء على التطوير الذي جرى على عدد من المناهج، لأن التطوير في عدد من المناهج الذي جرى تبعا للتغييرات الحياتية الكثيرة المتوالية يترتب عليه أيضا التغيير في تلك الأدوات التي يوظفها المعلم داخل الغرفة من أجل نقل المعرفة. فتقريبا دار المؤتمر على هذا المحور بشكل عام. المشاركون في فعاليات هذا المؤتمر أشاروا بدورهم إلى أهمية التطرق إلى مثل هذه المواضيع المهمة في سبيل النهوض بالتعليم ومواكبة المستجدات العلمية العالمية والمحافظة على مكانة الأردن عربيا وعالميا، بالإضافة إلى خدمة العملية التربوية والأجيال القادمة. نتحدث دكتور دائما كدور وزارة التربية والتعليم في عملية تطوير المناهج على ضوء متطلبات المرحلة. نعم سيدي، بالنسبة للمناهج طبعا تعرف العصر يعني خلينا نقول متغير، دائما هنالك مستجدات، هنالك تكنولوجيا يعني متطورة ومتلاحقة، وبالتالي لابد لهذه المناهج أن تلبي هذه المستجدات وهذه التطورات. فوزارة التربية والتعليم هي طبعا باستمرار وبالتعاون مع المركز الوطني للمناهج يعمل باستمرار على تحديث المناهج الأردنية، وبحيث تكون مواكبة وملبية لكل متطلبات العصر واحتياجاته، وبما يخدم أيضا الطلبة والكادر التدريسي في الوزارة. كل القائمين على هذه الأعمال الريادية التي تعمل على تطوير الفكر عند سواء المعلمين أو الطلبة،
مشاركتي كانت من اهتمامي الشديد في استراتيجية التدريس الحديثة لما لها من أثر في تطوير المناهج وأثر في زيادة التحصيل عند الطلبة. لمواكبة متطلبات التطوير في المجالات التربوية والتعليمية جاء انعقاد هذا المؤتمر استراتيجيات تدريس اللغة العربية المناهج المطورة، والذي نظمته مديرية التربية البادية الشمالية الغربية وبالتعاون مع جامعة آل البيت، وذلك بهدف الاطلاع وبيان أهمية هذه الاستراتيجيات في استكمال مسيرة التعليم وخصوصا في المجال التربوي والمناهج وعلى مختلف التخصصات. يوسف المشاقبة، تلفزيون الأردني، لبرنامج يوم جديد.